بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. عندما يتكرر الأمر ليصبح ظاهرة فقطعا يتجاوز حدود الخطأ. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين، حلقة النهاردة من ملك وكتابة رقمها 917، وبيستهلها المهندس عدلي بظاهرة تكرار الخطأ. مش تكرار الخطأ، الخطأ أنا ما قلتش خطأ، الأمر اللي تكرر. وليه قلت الأمر ليه؟ عشان ما حدش ياخده في سياق التحكيم بس. ده المشهد العام بيشوف التجاوز الذي يحدث في حق النادي الأهلي وتناول مشاكل النادي الأهلي لياخده في منحى آخر، وكأنه سيناريو معد يوزع على الفضائيات، يتورط فيه إعلاميون كبار. لا، ده سيناريو محكم موجه، مش خطأ هنا. اربطه بقى مع المتحدث الرسمي تعرف الليلة ماشية ازاي. طب تعالى النهاردة في التحكيم نفس الشيء، ظاهرة ان من يوم ما لعبنا البنك الأهلي ما فيش مباراة لا يحدث فيها هذا السيناريو. سيناريو غريب جدا، هنتناوله بالتفصيل. هنتناوله بالتفصيل في حلقة، هذه أبرز عناوينها. في البنك السحب على المكشوف، هي دي المبادئ يا عمرو. الأهلي فرع سموحة ولعبت كل يوم، وأخيرا عندما يصبح الكتاب يسبق الكتاب التمرين. الدوري سخن قوي يا باشمهندس. النهارده المصري فاز على بيراميدز، ونتيجة متوقعة، فاركو كسب بتروجيت 2-1، لكن هزيمة بيراميدز وانطلاقة المصري تقول إن الدوري بادي قوي. أستاذ إبراهيم، الدوري المصري قوي. الناس مش عايزة تعترف. أولا يفضل يقول لك هو ده دوري، ده اللي ما فيهوش غير الناديين محتكرين كل حاجه، ولما يحدث نتائج مش يعني يقول لك مفاجاه. لا، ليه تكون مفاجاه؟ ليه ما يكونش ان في مستويات عماله تتقدم، ومدربين بيستخدموا تكتيكات مناسبه، ولاعيبه بيصطف ان احنا تستنفر الهمه في مباراه فتطلع كل اللي عندها تقدر تغير نتيجتها. وهذا هو يعني اللي كنتوا بتطالبوا بيه، ان النتائج تبقى مش مضمونه. وعندما تحدث هجوم على الانديه الكبيره. فطبعا المصري عمل نتيجتين ورا بعض، ما تقولش انها صدفه. الزمالك وبيراميدز. ما يبقاش صدفه. يبقى ده حد بيخطط لحاجه وبينجح فيها. يعني النهارده الدوري طبعا بيسخن جدا. كله مستني ماتش الزمالك بقى هيحصل فيه ايه. ولو اني اتوقع ان الزمالك يعني هتجاوز المحله. المنطق كله كده. الدوري هتبص تلاقي كل اسبوع الكراسي الموسيقيه. النهارده الاهلي استأنف تدريباته على طول استعدادا للسفر ان شاء الله تعالى الاربع الى جنوب افريقيا للقاء اورلاندو بيراتس يوم السبت. التمرينة بتاعت النهاردة شارك فيها ولأول مرة من فترة أشرف داري بعد تعافيه من الإصابة اللي كانت في الكاحل، شارك في المران وظهر بحالة جيدة. علي معلول اللي راجع من جراحة وتر أكيلس شارك في التمرين. انتوا عارفين علي معلول مش متسجل في أفريقيا، لكنه هيتمرن لمدة أسبوعين وبعد كده يشوف مستر مارسل كولر قراره الفني. كمان شارك في التدريبات الجماعية إمام عاشور اللي كان اتمرن الفترة اللي فاتت تدريبات منفردة بعد الواقعة اللي حصلت واستدعت تغريمه مليون جنيه. ظهر الجميع بحالة جيدة وبرغبة، يعني برغم برضو ظروف التعادل امبارح والحالة اللي سادت الناس ببعض الضيق شوية من فقدان نقطتين كمان، لكن أعتقد طي الصفحة والاستعداد سريعا للسفر يوم الأربع إلى جنوب أفريقيا. البعثة اللي هيترأسها الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة خلت الجميع دخل في مود جديد يا باشمهندس. بص يا استاذ ابراهيم، انا اللي فاهمه اعمل اللي عليا. ايوه، وادي كل اللي عندي. ايوه، والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. فنقول للناس عملتوا اللي عليكم. وانا يوم الاتحاد قلت لك انا مش قلقان، لان دي مش هزيمه مستوى. ايوه،
لكن أن يضيع منك نقطتان. بهذا التحامل التحكيمي المتكرر الواضح، وضوح الشمس في نفس المباراة بتاعت البنك، لدرجة الناس بقت قبل ماتش البنك عارفة ايه السيناريو قبل ما يحصل. النهاردة لا، ما كانش برضو، انت مش مكتسح الملعب ومضيع 7-8 فرص لا، انت في الناس مش مبسوطة من الأداء، مستواك أقل بكتير. فما ينفعش نقول وظهر الجميع بمستوى طيب. يا عم عايزك تبالي بمستوى طيب في الماتش. أنا مستوى طيب يعني ناس ملتزمة. أنتوا بتزعلوا لما البعض ما يلعبش، طب الراجل يعني منقسم بين هدفين، هدف محلي وهدف إقليمي. بيخرج من ده يخش على ده، بيخرج من ده يخش على ده، وعايز يوزع القوة بتاعته بشكل ما يخلوش يضيع حاجة على حساب حاجة، بيضطر يعمل مجازفات ويعتمد على ناس. إحنا بنقول كل لعيبة الأهلي تصنيف واحد، ورونا أمارة لهذا الكلام. مش عايزين بقى نضيع وقت، نضيع طول كل أسبوع نضيع كلام في بعض المناقشات الإدارية اللي ملهاش لازمة. ما فيش داعي ولا مبرر لما يحدث إلا إذا كان في دوي على الودان. وهو فيه، لأن هنناقش دي إزاي يا أستاذ إبراهيم؟ إنك تشوف المسطرة اللي عمال الإعلام يتعامل بيها في موضوع إمام عاشور. لكن لو عندك فقرات أنا أجل تعليقي. لو تحب أقوله دلوقتي. لا هيجي وقته. تاخد انفراد؟ انفراد؟ قول يا عم انفراد. طيب مع كل هذا الجدل التحكيمي اللي صاحب مباراة الأهلي امبارح مع البنك الأهلي، واللي تقريبا حضراتكم تابعتوا إجماع عدد كبير جدا من خبراء التحكيم على صحة هدف الأهلي اللي ألغي في مرمى البنك الأهلي، المفاجأة إنه مراقب المباراة عن لجنة الحكام الدكتور نبيل ندى أكد في تقريره اللي سلمه النهاردة صحة هدف رامي ربيعة وأحقية الأهلي في ضربة جزاء. دكتور نبيل ندى أستاذ دكتور في تربية رياضية، مهتم جدا بالحالة النفسية للحكام، حتى لهم محاضرات دولية في الشق ده. وبالتالي التقرير اللي سلمه حسب مصادر قريبة من لجنة الحكام فيه محاضرة عن اللي حصل امبارح، لدرجة أنه طرح عدة تساؤلات في التقرير بتاعه. أعتقد كان على لجنة الحكام برئاسة الكابتن ياسر عبد الرؤوف تنتظر في رأيها بتقييم محمد الحنفي وطاقم الحكام لغاية لما يشوفوا المراقب الرجل الأكاديمي الكبير ده كاتب إيه في التقرير، لأنه التقرير يا باشمهندس عبارة عن تشريح نفسي قانوني للي حصل في المباراة. أنت متوقع إن ياسر عبد الرؤوف هيدين؟ طيب يدين أو لا يدين مش ده الموضوع، لأنه الحقيقة كل الخبراء أدانوا اللي حصل، لكنه مراقب المباراة، وده تقرير مهم جدا لأن ده المنوط بيه تقييم حكم المباراة. تساءل المراقب المباراة في تقريره سؤال مفصلي ومهم جدا، هل محمد الحنفي وهو أشاد بيه في التقرير بالمناسبة وأشاد بكفاءته، لكنه سأل سؤال، هل هو شاف لمسة اليد للاعب الأهلي ولا ما شافهاش؟ قال لك لو كان شافها وما صفرش، لأنه ما صفرش، فبالتالي مفيش حد يملك يرجعه عن القرار لتقييم قرار تالي ليه، لأنه اللي حصل بعد لمسة اليد لرامي ربيعة حصل فاصل زمني ومكاني. الكرة مر تقريبا يجي 50 ثانية عن الكرة التانية. رقم 2، المدافع لفريق البنك الأهلي 50 ثانية يا أستاذ إبراهيم؟ المراقب الثاني اللاعب بتاع البنك الأهلي استحوذ على الكرة استحواذ كامل وشتت الكرة وأخطأت، عملت مس باص فانتقلت للناحية الثانية فخرجت من الحيز المكاني بره ال 18، راحت للوينج الرايت بتاع النادي الأهلي ولعبها رضا سليم من ناحية الرايت، فحصل فاصل زمني وفاصل مكاني عن الخطأ الأولاني. فإذا الحكم ما دام ما صفرش في الواقعة الأولانية مفيش حد له سلطة إنه يرجعه، وإنه كان الأحرب الحكم وهو حكم كبير بخبراته لما يجيبوا حكم الفار عشان يوريله اللعبة الأولانية كان لازم ينتبه إلى إنه دي غير دي، وإنه حصل فاصل زمني ومكاني
ما يربطش ابدا بالخطا الاولاني على الاطلاق. استخدمت الفاصل الزمني والمكاني والاستحواذ لان اللاعب سيطر على الكوره. يا استاذ ابراهيم بس اديني فرصتي بقى في الحته دي. اتفضل. الاستاذ جهاد جريشه يحب يختلف، يحب تملي يقول لك راي كده. لو كل بيقول مش جون يقول لك جون والعكس صحيح. وهو نفس جهاد جريشه اللي في ماتش الاسماعيلي لغى جون سليم للاهلي وحسبه هاند بول على الاهلي وهو ضربه جزاء لمسه اليد كان على اللاعب الاسماعيلي. لكن قال لك الستل ومش الستل واستخدمنا شويه ايه مصطلحات وبعدين قال لك روح البروتوكول يقول الله. هو انتوا في حاجه اسمها فعلا روح البروتوكول؟ وبقيتوا خلاص تتكلموا في الجمله الاختراع المصري ده بالبساطه دي؟ على فكره البروتوكول طلعت روحه. طيب مفيش حاجه اسمها روح البروتوكول. اما تيجي تقول لي الاستحواذ لازم يبقى استحواذ زماني ومكاني، طب افرض ان التشتيته دي كانت رايحه تعمل انفراد في هجمه مرتده. في هجمه مرتده على الاهلي. يجي جول للبنك وهو صفر هاند بول على رامي، كان هيطلع الناس كلها منعت هجمه واعده للمصري. لا، طالما ان اللاعب مش مضغوط عليه ومعاه كوره مفيش حاجه اللي هي ان فورسد ايرور، خطا غير لما تتعرض للضغط عشان تفعله. فهذا كلام مقصود به يعني طبعا العبث ولا طيب. شيء غير العبث. طيب احنا هنا بنتكلم تقرير مراقب الحكام، صحة هدف الاهلي بالتساؤلات المنطقية اللي طرحها المراقب، واحقية الاهلي وجدارته في احتساب ضربة جزاء لياسر ابراهيم. الخطأين واضحين جدا اقر بيهم الجميع، لكن في تفاصيل كتيرة جدا في المشهد وفي اعترافات كاملة هنتعرض لها بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. لازال الجدل طبعا مثار حوالين قرارات حكم المباراه محمد الحنفي وحكم الفار في مباراه الاهلي والبنك الاهلي امبارح. والحقيقه مباراه الاهلي والبنك مباراه دايما مرشحه باستمرار للجدل والمشاكل. في البنك السحب على المكشوف، والحقيقه من رصيد سمعه التحكيم المصري يتسحب منه باستمرار في هذه المباراه، من رصيد حقوق الاهلي العادله في مباريات البنك الاهلي المتكرره خلال اربع مباريات ورا بعض في السنوات الاخيره يبدو الامر غريب ومريب ومريب. مباراه امبارح فيها خطا فادح جدا اثر في نتيجه المباراه. خلينا نشوف راي الكابتن سمير عثمان الخبير التحكيمي. دي من اهم الحالات اللي موجوده بالظبط. هنا الكرة اتلعبت خبطت في ايد رامي ربيعه، تمام. طبعا خبطت في ايد رامي ربيعه، بعد كده تم احتساب هدف. محمد الحنفي احتسب الهدف ومساعد الحكم احتسب الهدف. في لمسه يد، في لمسه يد، في تعمد او لا تعمد. لو هنمشي، لو الكره دي عرضيه، لو عرضيه وبعد كده ما جابش منها هدف مباشره، لو عرضيه يعني جت في ايده وبدون تعمد وجاب منها رامي ربيع هدف منها مباشره يتم الغاء الهدف. ده لو عرضيه. ماشي. انما لو كان في تعمد يتم احتساب الخطا. ماشي. تمام. طيب هنروح لنقطه تانية، النقطه الثالثه، لو كان في تعمد وبعد كده الكره طلعت لزميله للفريق الخصم. هنا عندنا اول ما الكره تتلعب هنقول مثلا نفترض ان كان في تعمد من رامي ربيع، نفترض الكره راحت لمين؟ ورايح كاونتر، الكره راحت لمين؟ مشي الكرة، راحت البنك الاهلي، مشي خطوه والثانيه والثالثه، خلاص انا بالنسبه لي هنا خلاص سيطر على الكرة. يبقى ما ينفعش نرجع للاي بي بي اللي لحظه بناء الهجمه. انت تقصد ان دي كده بقت لعبه ثانيه، لعبه ثانيه، فالفار ما يرجعش للحاله الاولى. بالظبط. لا، هنا في هدف تم احرازه، كان لازم يتم احتساب الهدف لان هنا الهدف ده سليم تم الغائه. يعني هدف سليم تم الغائه. اظن المساله واضحه وضوح الشمس. ده كلام الكابتن سمير عثمان عن الواقعة اللي كل الناس شافتها، ما بنتكلمش على مستوى الأهلي في المباراة ولا غيره، اديني حقي وبعد كده ألعب اللعب بتاعي. ده سمير عثمان. نشوف الكابتن رضا البلتاجي. بص يا كريم، اللعبة في حد ذاتها في لمسات كان مفترض تحتسب في وقتها. يعني في وقتها كان في لمسات الحكم ما شافهاش. فرقة للتعمد.
ايوه يعني طارق التعامل كان مفترض ساعتها يصفر بحساب ركله حره ماشي الحكم ما شافهاش واللعب مشي خلاص. انا بقى في الحاله دي اخذت باصه اثنين ثلاثه وراحت بعد كده هناك في اقصى اليمين اتعملت عرضيه جميله يعني انا تصوري هنا تدخل الفار في غير محله هنا في غير محله هنا بقت لعبه جديده انا شايف الكره هدف تدخل الفار في غير محله لان الكره خلاص انتقلت بره المسافه الزمنيه والمكانيه وما كانش ينفع او ما يجوزش للفار ان هو يرجعه. ده راي الكابتن رضا البلتاجي بعد نفس الراي للكابتن سمير عثمان. يا ترى الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح عنده نفس الراي؟ احنا بنجيب لكم فقهاء التحكيم وخبرائه قبل ما نقول راينا عشان تشوفوا حجم الظلم اللي تعرض له الاهلي بوضوح. نشوف الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح. اروح بقى طبعا دي اللقطه اهو اللي بنتكلم عليها هنا. انا بقى عايز اسالك يا كابتن محمد، الصوره اللي قدامنا دي على الشاشه هنا وقت ما استحوذ عليها مدافع البنك الاهلي وهتبدا تتحول الى الجهه الاخرى، يعني خلاص المدافع بدا يبقى هو المهاجم بالظبط كده، وهو بيباصي الكره دي اول ما استلم خطوه بيباصي جه اللعيب بتاع الاهلي اللي واقف عند خط ال 18 قطعها منه فبدات الهجمه الجديده. تمام. هل دي تقديريه بمعنى انه لسه الفريق ما لحقش يستحوذ، ولا مجرد ما استحوذ وبص على الناحيه الثانيه شكرا هجمه جديده؟ لا خلاص شكرا هجمه جديده، لان انت لو تاخد بالك هو في مسافه برضو عنده القدره انه يقدر يلعب الكوره في اي حته يشتت مثلا بالظبط. هنا القانون مش هيكافئه بقى على جوده لعبه يا صح ولا غلط. لا هنا خلاص اللعب بيستمر ويجيب بدايه هجمه جديده. تمام مفهوم. تمام مفهوم. فهنا لكن هنا لازم ناكد للناس اللقطه دي هو هنا مش معاه حد مأثر عليه يلعب بكامل ارادته وكل اريحيه. انت قلت خلاص كده الاستخلاص من القصه دي كلها ان الهدف كان سليما وما كانش ينفع يتلغي وتدخل الفار لم يكن سليما بالاساس صح؟ بالظبط كده. طيب صح. كابتن محمد صلاح فتاح يكمل الثلاثيه لرضا البلتاجي ولسمير عثمان انه ما كانش ينفع الفار يجيبه ولا اللعبه تقف لانه دي لعبه جديده والاستحواذ كان كامل. نكملهم اربعه. رئيس لجنه الحكام السابق مش السابق ده لسه اللي ماشي من يومين الكابتن محمد فاروق رايه اكيد مهم. هنروح للعبه دي وهنقول الاول احنا متفقين لمسه اليد هي عباره عن تعمد او مخالفه. التعمد بيبقى واضح والمخالفه اللي اللاعب بيكبر جسمه وبالتالي تبقى في مخالفه. هنقول بس في الحالتين ايه القرارين في الحالتين؟ طيب لو اللعيب ده اصلا ما فيش مخالفه يبقى انا مش هحتاج اروح للفار غير في حاله واحده بس، لو نزل قدام رامي ربيعه وشاطها هدف هضطر اروح للفار والغي الهدف. لو في تعمد يبقى هنا هنروح للاي بي بي. الاي بي بي ايه معناه؟ مرحله بناء الهجمه. مرحله بناء الهجمه يعني لما الكره تخرج النادي الاهلي يستحوذ عليها تبدا تترفع وتيجي هدف هيبقى هنا الهدف سليم، الهدف هيلغى لان هنا في مرحله بناء الهجمه فبالتالي في خطا هيتحاسب عليه. اللي حصل في اللعبه دي ان اللعيب بتاع البنك الاهلي استحوذ على الكره ومشي بالكره وعمل تمريره خاطئه. فاصبح هنا اللعبه اصلا هنرجع للقرار يبقى القرار هدف سليم 100%. هدف سليم 100%؟ تمام. لانه طب هنا وضعيه اليد في تقديرك كانت ايه؟ وضعيه اليد لرامي ربيعه كانت ايه في تقديرك؟ لا في مخالفه طبعا، يعني في مخالفه. في مخالفه على رامي؟ في مخالفه فهرجع للمخالفه. طبعا هرجع للاي بي بي. هل الاي بي بي ده في النادي الاهلي استحوذ على الكره؟ ايه كده اترفع كانت هدف؟ ايه الاي بي بي ده؟ الاي بي بي الاي بي بي دي هي مرحله بناء الهجمه. دي مرحله بناء الهجمه، مرحله بناء الهجمه لو حصلت المخالفه زي كده برجع وبلغي الهدف. طيب دلوقتي هل النادي الاهلي هو اللي استحوذ على اللعبه وبالتالي احرز منها هدف عن طريق الكره العرضيه ولا اللعيب البنك الاهلي اللي استحوذ على الكره؟ بعد ما وقعت من ايد رامي لعيب البنك استحوذ على الكره صح كده؟ اللاعب البنك الاهلي هو اللي استحوذ على الكره ومشي بيها وعمل تمريره خاطئه. ممكن واحد يقول لك احنا لسه في مرحله الخطوره. انا حاسب لعيب في مرحله الخطوره على خطا هو اخطا بتمريره خاطئه وبالتالي هنا مفيش اي بي بي تماما لان لعيب النادي الاهلي اصلا مش هم اللي بنوا الهجمه. وبالتالي حضرتك ترى انه ده برضو جول صحيح للنادي الاهلي. هدف صحيح. طيب هنا هدف صحيح اربع اراء. طيب قبل ما نكمل بقيه الخبراء انا عايز اتوقف بس عند الناس اللي غاويه انها تعرف الحقيقه ما تقولهاش. ما حدث من تعمد، وانا بقول تعمد حرمان الاهلي من الفوز كان واضحا.
بداية من انك تجيب راجل على الفار بقاله سنة ونص ما بيحكمش، عشان لو حصل غلط تقول لك اصل هو الخبرة، يبقى انت عندك سبب ان هو غلط. يعني بتحتاط قوي قوي يعني انه يغلط، عندك مبرر للدفاع عن خطأه. طب في ماتش مهم زي كده كل سنة بيحصل فيه مشكلة، كل سنة، وكله ضد النادي الأهلي، وكله بيحرم النادي الأهلي من انتصارات. الكابتن جاد جريشة بيقول لك الاستحواذ وبناء استحواذ الفريق غير استحواذ اللاعب والكلام ده. الكلمة واضحة جدا، اللاعب خد الكرة مشي خطوة اتنين ولعب التالتة، التالتة دي كانت ممكن تبقى ثرو باس، هجمة مرتدة، هجمة مرتدة يجي فينا جون، والجون جه برضه، الجون ده جه فينا من ضربة ركنية في ماتش 4-3 انه رد علينا بجون هجمة مرتدة كانت على البنك. فكان ساعتها هقول لك انت يعني منعت البنك من هجمة واحدة. الاهلي ما استفادش من الخطا بتاع رامي ربيعه، ولكن استفاد من الخطا بتاع مين؟ لاعب البنك. ايوه ده اذا كنا اعتبرناه خطا، هو شتت وراحت في اتجاه اللاعب الاهلي استحوذ ولعب الكوره. يعني ان كنت لا تدري فتلك مصيبه، وان كنت تدري وانا اعتقد انك تدري فالمصيبه اعظم. طيب آراء خبراء التحكيم الأربعة سمعتوهم، الأهلي اتظلم والجون سليم. إبراهيم فايق قام باعت الحالة للحكم الإنجليزي مارك هاسلي. قول لنا يا خواجة رأيك إيه؟ إذا كنا اختلفنا هنا في الداخل رغم إنه مفيش خلاف، أنت بتتكلم على النتيجة بالظبط في الواقعة ديت يا جماعة 7-2 أو 10-2، لأن في ثلاث حالات ما قالوش رأيهم بس أنا عارف رأيهم، كابتن أحمد الشناوي، كابتن وجيه أحمد، كابتن عصام عبد الفتاح، التلاتة أقروا بصحة هدف الأهلي في مشاورات ومداولات معاهم من قبل البعض. أدي ثلاث آراء مع السبع آراء اللي هتشوفوهم، اللي شفت أربعة منهم، 10 آراء أكدت حق الأهلي في المباراة في مقابل الكابتن جهاد جريشة ومقابل الكابتن جمال الشريف للإنصاف والموضوعية. 10-2. نشوف الخواجة الإنجليزي رد عليه، قال لك لمسة اليد في المخالفة لم تكن متعمدة، بل كانت نتيجة حادثة عرضية بسبب قرب اللاعبين من بعضهم البعض، الكرة لم تدخل المرمى مباشرة، ولو حدث ذلك لكان الهدف، لكان من الصحيح إلغاء الهدف. ده نفس كلام الكابتن فاروق. ومع ذلك نظرا لأن الكرة عادت للخارج ثم تم لعبها إلى الجناح قبل إرسال عرضية أسفرت عن تسجيل هدف، فإنني أرى أن هذا هدف صحيح، ولا ينبغي أن يكون هناك توصية من تقنية الفار بمراجعة الحالة، لأن هذه كانت لمسة يد عرضية وغير متعمدة. لم يستفد النادي الأهلي من لمسة اليد، خطأ على لاعب النادي الاهلي، لو رجعت للاعب للنادي الاهلي حطها جون لا يتلغي، لكن رجعت للاعيب البنك اللي كان من الممكن انه يعمل هجمه مرتده. يغلط، انا مش دوري ان انا احمي اللاعب من اخطائه يا اخي، مش دوري ان انا اتحكم في نتائج المباراه، مش دوري. وده يقودني يا استاذ ابراهيم، لازم ارجع ايه اللي حصل قبل هذه المباراه. في وقائع كتيره للبنك هنشوفها باللقطه واللقطه. لا يعني لا، ايه اللي حصل قبل المباراه دي خلت التحكيم بهذا التوجه؟ انك انت عندك تسجيل قلت هبلغ النيابه، وعندك الفاظ نابيه بصوت وصوره موثقه ومسجله في حق مسؤول البنك هيرفعوا بيه قضيه. هو ده المناخ اللي الحكام كانوا عايزين يتوددوا عشان يشيلوا الضغط من عليهم. ما حدش يجي يقول لي انا يعني يصح وما يصحش. هو ما يصحش ان احنا ننتقد التحكيم، لكن مش احنا اللي بننتقد، لما كل خبراء اللعبه المعنيين بيقولوا ان الكوره جون يبقى جون. ده ناهيك لسه
ما ناقشناش ضربه الجزاء يا استاذ ابراهيم. ده ضربه الجزاء دي رجع المصارع العبقري الظاهره كرم جابر من الاعتزال ليلعب بطوله الاساتذه، ولكن يبدو انه اخطا الطريق في الميدان، لم يذهب الى حلبة المصارعه ولكنه جاء الى ميدان كره القدم، راجل بياخد الراجل من كتافه وبيقع بيه وبيثبته وعدوا عليه ثلاثه ورفعوا ايد المدافع، المدافع كسبان اللقطه. في ايه يا جماعه، احنا بنهزر؟ بنهزر كورتين بالوضوح ده، واحده ضد القانون مخالفه قانونيه، استدعاء الفار للحكم واستجابه الحكم تلغي المباراه. صحيح. انا بس عايز اربط ارجع بقى برضو كان بطلها رامي ربيعه الكوره اللي حطها في الارض، دي هتيجي هتيجي. طيب طيب، راي الخواجه الانجليزي مارك هاسلي، راي اربع خبراء حكام وثلاثه قلته لكم، نشوف راي الكابتن ناصر عباس هنا في قناه الاهلي. هل في لمسه يد؟ الايد مكبره الجسم ولا الايد في وضع طبيعي؟ ولا الايد مبرره؟ ولا نتيجه اللاعب بيلعب؟ دي حاجات كلها تساؤلات. الحنفي هنا في الصوره هو موجود خلف اللاعبين، يعني ما يشوفش اللعبه دي. اللي يشوفها مين؟ الحكم المساعد اللي هو الثاني اللي هو عمر فتحي. انا كحكم مساعد كعمر فتحي كابتن هاني، لو انا شايف ان دي في مخالفه كنت رفعت خالص وكنت ريحت الدنيا كلها. ان انا هنا دي كره عرضيه، امتى الغي الهدف؟ لو جت من رامي ربيعه راح عاملها مره واحده جاب جون. ما ينفعش. او راحت لزميله حطها جون يا كابتن هاني، ما ينفعش. ولكن اللي حصل بعد كده ايه؟ هنا الحكم خد ادى استمرار. راحت لمين؟ راحت لاعب مين؟ البنك الاهلي. هل كابتن هاني تلعب ليبرو ده هنا تحت سيطرته انت كده اندر كنترول الكره ولا لا؟ 100% 100% ماليش علاقه بجوده لعبتك بقى. انت عندك امكانيه تخرج الناحيه الثانيه رمي التماس او تلعب باص صح او تعدي، يعني انت هنا سيطرت سيطرتك بقت لعبه ثانيه وفي حوزه لعب البنك الاهلي جديده. يبقى انا النهارده عندما انتهت اللعبه من هنا، لا ارجع ثاني معلش، ارجع لنا ارجع لنا عشان الحاله دي مهمه. الاي بي بي اللي هو ايه؟ مرحله بناء الهجمه انتهت. انا بقى مش مشكله اللعب الكره غلط ولا صح، هو ده هو ده. يعني لعب البنك استحوذ ومشي خلاص، انا كده بينتهي دوري كحكم، ببتدي اعمل اي بي بي من جديد ساعه ما الاهلي يستلم الكوره. هل لما استلم الكوره تاني وجي منها هدف كان في مشكله؟ ما كانش في مشكله. السؤال هقول لك، من ضمن الاخطاء انا كحكم فار لما استدعي الحكم اجيب له ايه؟ اجيب له الكوره من الاول خالص. اسقف لك بقى يا كابتن هاني بجد، ما ينفعش اجيب له لعبه الهاند بول بس، اجيب له اللعبه كلها يا كابتن، من البدايه لان استلام اللاعب لمرحله البناء الجديده، واسيبه هو اجيب له علامه استلام ثم اجيب له اللعبه اوضحها له كلها. للاسف هو الحكم النهارده اختفى بان هو يجيب له لقطه ايه؟ ان الكره جت في الايد وما جابلوش بدايه الهجمه، ان اللاعب استلم بتاع البنك وراح وعنده امكانيه ان هو يلعب، ولكن جوده لعبته راحت الكره ليه؟ انا شايف ان الهدف صحيح. شفت بقى ده اللي كنت بقوله لك، اجيب حكم ما لعبش بقاله سنه ونص فار عشان كان المفروض يجيب له اللعبه منين؟ فما جابهالوش، فهنرميها على عدم الخبره مش التعمد. يا استاذ ابراهيم هذا موقف متكرر. ارجوك انت عندك فقره، والله انا اصلا عايز اعلق. هنعلق بعد الفاصل لانه فعلا الحالات كتيره قوي وتكسب. اهلا بحضراتكم من جديد. نظرا للظروف الصحيه للكابتن الخطيب، تعذر سفره غدا الثلاثاء ان شاء الله الى امريكا لحضور قرعه كاس العالم للانديه. الاطباء نصحوه بعدم السفر علشان يكمل مرحله النقاهه، وبنتمنى له ان شاء الله تعالى تمام وعاجل الشفاء. هيسافر المهندس خالد مرتجي امين الصندوق فجر الثلاثاء الى ميامي حيث تجرى قرعه مونديال الانديه. كمان النادي الاهلي حرصا منه على تلبيه رغبات الكثير من الراغبين في الحصول على عضويه النادي الاهلي من المقيمين في دول الخليج خاصه قطر، قرر ايفاد لجنه للعضويه الى الدوحه خلال فتره بطوله الانتر كونتيننتال
تسهيل فرصة حصول المصريين والعرب اللي عايزين ينضموا إلى عضوية النادي الأهلي، ينتقل إليهم النادي الأهلي في الدوحة ويتلقى رغبات الأعضاء أو الراغبين في الانضمام لعضوية النادي إن شاء الله تعالى. هيكون وفد موجود في الدوحة زي ما الأهلي كررها قبل كده، راح دبي وراح جدة وراح كذا عاصمة عربية لتسهيل مهمة الراغبين في الانضمام إلى عائلة الأهلي وعضوية النادي. كنا بنتكلم قبل الفاصل يا باشمهندس على هذه الحالات التحكيمية الفجة قوي واللي حرمت الأهلي من فوز كان يبدو مؤكدا على البنك الأهلي باعترافات كل خبراء التحكيم، لكن الحقيقة هو ليه إذ فجأة لقينا شاب صغير حديث الخبرة هو حكم الفار، وكمان محمد الحنفي الراجل اللي راجع من ايقاف او من ابتعاد طوال الموسم اللي فات، حكم السنه دي بس مباراه الزمالك والمصري وبسرعه راحوا حاطينه للاهلي. كابتن محمد فاروق، وهنا تاني رايه مهم لانه رئيس اللجنه السابق، نشوف رايه. اللي بالك يعني انا برضه هنا ليا تحفظ، اللي موجود على الفار محمد علي هاشم محكم كويس جدا، وانا يمكن لعبت الدوري المحترفين واجاد وتالق، لكن هو بعيد عن الفار اديله سنه ونص او سنتين. يا خبر ابيض. لكن انا في رايي بقاله سنة ونص او سنتين بعيد عن الفار. بعيد عن الفار فكنت اتمنى ان هو في مباراة كبيرة زي كده يكون حد، مش تقليلا من محمد علي هاشم محكم كويس جدا، بس دايما الماتشات اللي هي دايما ودايما مباراة البنك الاهلي ودايما فيها مشاكل، كنا ممكن نحط حد على الفار من الحكام اللي عندهم خبرات. يعني 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 كل شيء يجافي المنطق حصل في هذه المباراة يا استاذ ابراهيم. وارجع اقول لك، ما هو المناخ اللي يسبق المباراه كان ايه؟ كان مشكله كبيره وصدفه شديده ان يكون الخطا لصالح الزمالك هذه المره ويتوقف الحكم ويتسرب التعليق ونعيش الديلمة بتاعه الحكام، وهي هي نفس المباراه اللي يتعين فيها حكم فار بقاله سنتين او سنه ونص ما حكمش فار عشان يخطئ خطا لصالح البنك. يعني 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 المره دي الخطا اللي فات امام الزمالك كان ضد البنك. طب هنصالحك بس على حساب الاهلي. واحد العمليه في بيتها برضه. ده اللي خلى زميلنا محمد سعيد في هنا في القناه وهو المتابع دايما للملف التحكيم يكتب يا نهار ازرق، هي لجنه الحكام اختارت حكم فار لا يملك رخصه انه يصفر في الدوري الممتاز، عمره ما مسك صفاره وصفر في الدوري الممتاز محمد هاشم علاء عمره. وقال محمد سعيد فين الاعتبارات؟ حكم مش بيصفر في الدوري يتعين حكم على تقنيه الفيديو. الحقيقه كانت غريبه، لكن الزميل هاني حتحوت قال انه طاقم الحكام بعد ما خضع للمتابعه والتقييم لجنه الحكام على مسؤوليه هاني حتحوت هناك قرار ضد طاقم الحكام، هل صدر ولا لا؟ نشوف. طيب احنا تواصلنا مع مصدر مسؤول في لجنة الحكام واكد انه الاهلي القرار ده لم يكن صحيحا وان الاهلي استحق ان يحتسب له هذا الهدف، وانه بالتبعية بعد تحليل القرارات التحكيمية قد يأتي قرار من داخل اللجنة بإيقاف حكم الساحة وحكم الفيديو في هذه المواجهة. بص الموسم يا استاذ ابراهيم بنفس ابطاله الاخير اللي ضاع الدوري من الاهلي هو ده اللي حصل، تغلط عندي ضدي وتغلط لصالح المنافس من نفس الاطراف، ضربه مزدوجه ويطلع اخر السنه تبقى هي فرقه هي بسته بونت هنا وهنا. اجاييه عرقله يقول لك اصل الكره طلعت خلف المرمى وهو بيتعرقل، الناحية الثانية بعديها نفس الفرقة بنفس الحكم بالصدفة الشديدة، زيزو ناحية اليمين الكرة تطلع خلف المرمى ويتم عرقلته تتحسب، المصري 3-2 فاول على لاعب الزمالك دفع مدافع المصري فسقطت جت في ايد لعيب تاني اتحسب ضربة جزاء في الوقت محتسب بدل من ضائع، وما جتش اللقطات بقى بالأثر مش الرجعي اللحظي يعني ما جبت اللعبه اللي قبلها ما جبتلوش اللقطه كامله اجتزأت. هل هذا عندما يحدث يبقى صدفه ولا من حقك تفكر بطريقه مختلفه؟
لما تفكر بطريقة مختلفة تقول إنه الأهلي فنيا في هذه المباراة كان أقل بكتير جدا من المستوى اللي كل الناس كانت عايزاه منه. ده قولا واحدا وبشكل واضح. احنا لا نناقش متعة المباراة، لكن اديني حق القانوني. القانون حاجة والحق حاجة والأداء الفني والبدني والتكتيكي حاجة تانية. أنا عشمي فرقتي أعلى من كده. اديني الله. اديني حق ومالكش دعوة مستوى أدائي وشكل اللعب عامل إزاي. لكن غريبة جدا يا جماعة المباراة بتاعت البنك الأهلي أو حتى البنك الأهلي على وجه التحديد، يعني المهندس عدلي أشار هي صدفة إن الماتش الأزمة الأخير اللي وصل للنيابة واستدعي فيه محمد عادل وراح عمل بلاغ، هل صدفة إنه يكون طرف مباراة الأزمة نادي البنك الأهلي والنهاردة مع النادي الأهلي طرف المباراة اللي يحصل فيها هذه المذبحة للقانون في ملعب السلام لصالح البنك الأهلي؟ دي صدفة؟ طب هل كان صدفة إنه آخر أربع مباريات على التوالي للأهلي مع البنك الأهلي كل مباراة فيها كارثة تحكيمية؟ ومش رأينا، هنفكر بالآراء اللي حصلت وقتها. لو تفتكروا في موسم 2021 الحكم بيلغي هدف صحيح جدا لأيمن أشرف، كان أيمن أشرف في النادي الأهلي لسه، طالع بكرة عالية ولعبها بدماغه، الحكم كان ميدو سلامة وكان حكم الفار عمرو الشناوي، اتلغى الهدف. وهنفكركم مش رأينا، وقتها كابتن أحمد حسام ميدو في قناة النهار اتكلم عن خبير أجنبي قال رأيه في هذه الغلطة عشان تعرفوا الأهلي حقه القانون وبيدبح بأثر رجعي. نفكركم بيه. أنا سألته عن الـ عن الـ عن الهدف اللي تم إلغائه، والراجل قال لي إن هو متفاجئ ومش مصدق إن الحكم لغى الجول، بيقول إن الكرة جول 100%، بيقول إن 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 ذا فورورد يعني عنده المهاجم اللي هو في الحالة دي أيمن أشرف عنده كل الحق إن هو يروح للكرة. أنا عن نفسي كنت أنا شايفها مش جول. هو بيقول إن هو دخل في أرجمنت مع آلان شيرر الأسبوع اللي فات في في في, في الاستوديو في إنجلترا في هدف برضه مماثل على ماجواير، وآلان شيرر كان بيقول إن هي فاول وهو قال إن هي مش فاول، فهو بيقول إن الجول بتاع النادي الأهلي جول 100%، وهو متفاجئ إن الكرة او الحكم راح للفي ار ولغى الجول. ميدو بيقول لك الخبير الانجليزي جلاجر وقتها لما بعت له الحاله قال له انا متفاجئ انه ازاي حكم يلغي هذا الهدف، ولو الهدف ده اتلغى اهداف كتيره جدا في الدوري الانجليزي تتلغي المساله، وفي الدوري المصري تنافس عادي جدا ما كانش ينفع يروح فار ولا الفار يستدعيه ولا يلغي الهدف، لكن مع الاهلي اي حاجه تتلغي. على فكره رأي الكابتن سمير عثمان الخبير التحكيمي وقتها كان هو ده. الهدف رأيك فيه ايه؟ انا لو حكم مباراة هحسب الهدف ومش هرجع للفار. لو لعيب نادي الاهلي ساند قبل ما يلعب الكورة لو ساند قبل ما يلعب الكورة هنقول هنا ايه؟ اهي لا هيبقى في خطأ، انما هنا لما نشوف هتلاقي لعيب النادي الاهلي وهو طاير بص راسه خلاص ده طاير عادي. انت عارف لو لعيب النادي البنك الاهلي يا كابتن سيف لو حاول يعمل جامب حاول يعمل جامب لفوق خلاص ده فاول، انما انت هنا واحد عاوز يلعب كوره لكن ايمن اشرف مفيش منافسه معاه في الراس فين؟ مفيش حد معاه خالص يعني ايمن اشرف. وخلي بالك واللعيب الثاني بتاع البنك الاهلي اللي بيطلع الكوره بص رجله كمان رايحه فين، فالثاني ده برضه بيوصي. انا شايف هي لعب من الالعاب الصعبه اللي هي انا زي ما قلت في البدايه حضرتك لو انا الحكم نجيبها من الله في الحاجات دي بيبقى فيه ما تبقاش صح. طب اسال حضرتك سؤال يا كابتن، حضرتك حكم وحسبت والفار قال لك فاول تعمل ايه؟ تمام مش هروح للفار خلاص. مش هروح للفار خلاص. ايوه هي دي بقى. خلي بالك يا استاذ ابراهيم الحكم يوما كان مين؟ كان ميدو سلامه حكم صفاره وعمرو الشناوي في الفار. طيب اعكس بقى هم ها لما بقى ميدو سلامه حكم فار عمل ايه مع الاهلي؟ على فكرة دي إشارة ذكية جدا من المهندس عدلي. لما ميدو سلامة يضيع حق الأهلي في الماتش ده يجيبوه للماتش اللي بعده. بس زي بالظبط.
محمد الحانف لما يخطأ في آخر مباراة للأهلي مع البنك ويتوقف يجيبوه للي بعده. حدوتة فعلا غريبة جدا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ما زلنا بنفتش في رصيد العداله المنقوص والسحب على المكشوف في ازمه البنك. شفنا قبل الفاصل انه المساله ليها جذور مع البنك الاهلي. انت من اللي حصل امبارح مش وليد لحظه ولا وليد صدفه، لانك انت في موسم 2021 اهدر حق الاهلي في المباراه في الغاء هدف ايمن اشرف، وقلنا كان في حكم الصفاره ميدو سلامه. يجي الماتش اللي بعد منه على طول موسم 21-22 يحط ميدو سلامه في غرفه الفار لامين عمر حكم الصفاره. انا بقول لكم ماشيه كده وكانها كل واحد بيعمل عامله مع الاهلي بيكافئ في اقرب مباراه على طول. امين عمر صفر حسب هدف للاهلي، رامي ربيعه لعب ضربه حره، محمود وحيد سجل منها. فجاه في غرفه الفار ميدو سلامه يجيبه. تعالى ايه؟ كره لما رامي لعبها ما كانتش متحركه. رغم انه وقتها ما كانتش ثابته. مع انه الحكم هو الوحيد الشخص اللي بيدي باستئناف اللعب. شاره استئناف اللعب حق اصيل للحكم، لكن ما تفهمش ليه امين عمر خد بكلام ميدو سلامه؟ وليه امبارح محمد الحنفي خد بكلام محمد هشام علاء ومحمد علاء هشام؟ الراجل محدش عارفه، اعذرونا في الاسم. فانتوا لا متخيل باستمرار الحكم يسلم بحامل براي الفار ما دام ضد الاهلي. هنفكركم بجمال حيمودي الخبير التحكيم العربي وقتها قال ايه عن ما قاله الكابتن عصام عبد الفتاح ان دي روح البروتوكول. نشوف راي حضرتك ايه، هل هذا الهدف كان صحيحا ام لا؟ حكم الفيديو ليس له الحق في التدخل في هذه اللقطه، ليس يعني من حق خلاصه، وهو ان بروتوكول الحكم لا يسمح له بتدخل عندما تكون الكره متحركه او كذلك اثناء ركلات الحره او الركنيه. وحتى لو انتهى الامر بذكر الجزاء او هدف فلا يجب ان يتدخل البروتوكول الفار في هذه الحاله. البروتوكول الفار يعني قانونيا عنده اربع حالات يتدخل فيهم، والشيء الاخر ليس له الحق. هل هناك ما يسمى بروح البروتوكول للتنفيذ؟ لا لا لا، هناك قانون روح القانون وهناك بروتوكول الفار. احنا محددين اول شيء في كره القدم بقانون كره القدم، ومحددين كذلك ببروتوكول الفار اللي هو يحدد اربع اشياء يتدخل فيها الفار ويسمح لها الفار باش يتدخل. ما عدا هذا ليس له الحق في التدخل في هذه الحاله. هو طبعا احنا عملنا له روح وطلعنا روح، يعني احنا عملنا للفار روح وطلعناها. يعني لا يمكن ما يحدث عندنا الا ان يكون ظاهره ننفرد بها واللي عاجبه. والمشكله انك بقيت مش بترتكب الاخطاء، بتعمل الوقائع دي بمنطق اعلى ما في خيلكم اركبوه. واللي كان ان كان عاجبكم فيروح منك دوري زي بعضه ويتحسب ويتقال كسبنا واحتفلنا. يا عم كسبت ايه؟ هو الاهلي السنه دي اتعمل فيه ايه؟ ارجع، ده في ماتش الزمالك يا استاذ ابراهيم بعديها بكام يوم اللي قال لك اصل كوره مش ثابته، ده هو مش ثابته، ايه راح رماها في الارض ولعبها. التاني خدها رماها قدامه ولعبها. يعني مش لماها في الارض. ايوه، فجت فينا الجون التاني بتاع الهزيمه. اعتقد كان وفي نفس الليله اتلعبت في الدوري الانجليزي ابن اسامه نبيه. وجابها كابتن شيكابالا اظن بتاعت اللي هي اتلعبت بالعرض دي على ما اعتقد. يعني الكوره دي اتلعبت من كوره مش متحركه بتجري. طب الفار فين روح البروتوكول يا عم؟ اصل ميدو سلامه ما كانش على الفار. طيب شفنا الكابتن جمال حيمودي وقتها قال للكابتن عصام عبد الفتاح ما فيش حاجه اسمها روح البروتوكول، ودي التعبير اللي اتقال بس عشان تبرر بيه اهدار حق للنادي الاهلي. كابتن ياسر عبد الرؤوف اللي هو دلوقتي رئيس لجنه الحكام
زي ما شفنا الكابتن سمير عثمان اللي كان الكابتن محمد فاروق اللي كان رئيس اللجنه لغايه من اسبوعين فاتوا طلع امبارح اقرب حق الاهلي، كابتن ياسر عبد الرؤوف اللي دلوقتي رئيس لجنه الحكام وقتها هو اللي اقرب حق الاهلي في كوره رامي ربيعه نفكره. هذا الهدف الذي تم الغائه للنادي الاهلي صحيح قبله؟ يعني اعتقد ان كل اراء احنا سمعناها والاجماع على راي واحد بس ان حكم الفار ما كانش يجب عليه ان هو يتدخل في الحاله دي لان دي مش من واجباته. وان بروتوكول الفار نص على الحالات اللي يتدخل فيها حكم الفار وعلى الحالات اللي هو يمتنع فيها عن التدخل. طيب. للاسف هو طبعا ما كانش موفق وتدخل فيها حكم الفار وخلاص يعني ولغى الجون وطبعا الالغاء غير صحيح يعني. هل هناك ما يسمى في كرة القدم بالبروتوكول وروح البروتوكول؟ طيب في كتاب قانون بيتكون من 17 مادة وبعدين في حاجة اسمها مصطلحات وتعريفات وفهرس وكل الكلام ده. يعني الحمد لله أعتقد إن أنا متابع، أعتقد إن أنا محاضر، ما سمعناش قبل كده عن حاجة اسمها روح البروتوكول، سمعنا عن روح القانون إنما روح البروتوكول تحديدا لا. مفيش حاجة كان هيبقى في روح المادة الأولى وروح المادة الثانية وروح المادة ال 17، إنما الكلام ده لا مش موجود. الحمد لله وانا محاضر قريت المواد كلها مفيش حاجه من دي. طيب الحمد لله انك ان انت اللي موجود دلوقتي. ايوه الحمد لله انا عايز اسمع لك تفسيرك لما حدث. الحمد لله اطلع قول لنا لا والله ده في روح بروتوكول بس انا ما كنتش شايفها. اطلع قول لنا لا ده القانون بيقول كده، اطلع قول لنا في خطا. ما يحدث عندما يقول لك مش من حق الفار ومش موجود في مواد القانون ان الفار يستدعي من اجل هذه الالعاب، هذا خطا في تطبيق القانون، والخطا في تطبيق القانون يقضي باعاده المباراه. مش عايزين المسائل يبقى فرض الامر الواقع. عندما يحدث خطا انا مش هعمل حاجه بايقاف، انت بتقول في خطا. انا نفسي مره شجاعه الاعتراف بالواقع، لكن هنمشيها كده عشان نواجه الدوري يبقى معرفش. طيب انا ليه بقول لكم دي مباراه غريبه؟ يعني رامي ربيعه بطل واقعه امبارح، هو رامي ربيعه بطل الواقعه بتاعت 21-22 في الكره اللي اتحركت. ايمن اشرف بطل الواقعه بتاعت 20-21 لما طلع وجابها بدماغه، لما انتقل للبنك الاهلي هو بطل واقعه 23-24. حاجة غريبة جدا، نفس الحكام بنفس اللعيبة بنفس الظروف، وفي كل الأحوال المجني عليه هو الأهلي اللي مهدرة حقوقه وفقا لآراء الفقهاء هو النادي الأهلي. موسم 23-24 الأهلي بيلاعب البنك الأهلي الموسم اللي فات على طول في غرفة الفار، الحكم محمد الحنفي والحكم في الملعب محمود البنا. طيب محمود البنا حكم المباراة لمسة يد واضحة جدا انه بادي على ايمن اشرف وهو في البنك الاهلي، يعني وهو في النادي الاهلي تحسب عليه تلغي له هدف، لكن وهو في البنك الاهلي اكتسب الحصانة البنكية، اكتسب الحصانة البنكية فعليه هاندبول صريح ما يتحسبش، ضربة جزاء واضحة للاهلي ما تتحسبش، واللي سجل عليه الرأي ده الكابتن احمد الشناوي. نشوف عامل خطين، خط يعني التقنيه عندنا برضو في الكنترول ناس يعني محترفه الحمد لله محترفه زي ما انت شايف اهو. مين اللي معدي اكتر من الخط الاصفر؟ طبعا حسين الشحات، فبالتالي اكيد الحنفي على التقنيه عمل الخطوط دي، بس كنت اتمنى ان هو يديها يعني هي فيها لمسه يد ولكن من البدايه الكوره تسلل. بص الايد، نرجع بص الايد لا نرجع كمان شويه نوري الايد كانت الاول، لا ارجع كمان فريم، ارجع فريم ايوه ايه بس الايد جوه اهي. بص الكوره لما بتتلعب الايد بتتحرك اهي بتطلع، اذا الايد راحت للكوره اذا لمسه اليد موجوده، ولكن لو كان احتسب كان على طول هيلغي هيلغي التسلل. يعني كان النتيجه التعادل مش عارف 2-2 ولا 3، غالبا 3-3 ساعتها. ضربة الجزاء دي كانت ممكن تتيح للاهلي ان يتقدم وتتغير التكتيك، انت في اخر المباراة. ايوه. انت اضطريت تندفع للهجوم فسبت وراك فراغات، خسرت المباراة دي بسبب الكورة دي
اثرت على سير المباراه ونتيجتها والتكتيك بتاعها. يعني انا عايز اعرف هو ليه القانون دائما يفسر مع النادي الاهلي بعكسه؟ يعني اللي لصالح النادي الاهلي لا الشكل لصالح المنافس. لا مع الاهلي الشكل لصالح المنافس ده ما فيش شك. بتتجاهله اكنك مش شايفه. ايوه. لكن انت لما يكون عليك غلط ارجع وهم في اوضه اللبس. يعني لا يمكن يا جماعه ده يكون وضع يعني 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 الحب والكره والغرض ولا هنخش في المراهنات تاني؟ ده كلام خطير. دي جمله خطيره مش هعديها، لكن هرجع افكر بانه هاني حتحوت اللي اشار امبارح انه مصادره اكدت له ايقاف محمد الحنفي ومحمد علاء شعبان او محمد علاء حكم الفار، هو نفسه هاني حتحوت الراجل اللي قال وقعت السنه اللي فاتت ايقاف محمود البنا ومحمد الحنفي بعد وقعه الاهلي اللي انتوا شفتوها. نفكر كانت القصه الاكثر جدلا هي هدف او ضربه جزاء طلب الاهلي باحتسابها لحسين الشحات بعد تصويبه ارتطمت في يد ايمن اشرف اللي كانت ايديه خارجه عن جسده، وبالتالي لما تبص على اللقطه تقول ضربه جزاء. للوهله الاولى ممكن اساسا تشك ان كان في تسلل على حسين الشحات في تمريره علي معلول، لكن لانتظار قرار الحكم القرار كان بضربه مرمى ما كانش بتسلل، والكاميرات جابت الكابتن البنا حكم الساحه وهو بيقول لحسين الشحات ان ايد ايمن اشرف كانت في ايديه، يعني ما فيش اي اشاره قدامنا بتقول ان القرار كان عباره عن تسلل. لكن في اليوم التالي بعدها كان تصريحات رسميه من الكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام بيقول فيها بصوره منشوره للصحفيين والاعلاميين ان الكره كانت عباره عن تسلل وقت تمريره علي معلول لحسين الشحات، وبسبب كده الهدف او ضربه الجزاء لم تحتسب. مبدئيا الصوره اللي انتشرت دي ما كانتش موجوده لنا كمشاهدين على الشاشه، وده الخطا البارز من جانب غرفة الفار اللي كان بيقودها الكابتن محمد الحنفي. بحسب المعلومات انه في قرار دلوقتي داخل لجنة الحكام بإيقاف الثنائي الكابتن محمود البنا والكابتن محمد الحنفي حكم الساحة وحكم الفيديو. الخطأ الواضح بالنسبة لنا هو عدم نشر الصورة لأن الجدل كله قائم. الصورة اللي هي بتاعت ان الكرة أوفسايد، والله أعلم هي أوفسايد ولا مش أوفسايد، لكن الصورة اللي نشروها لنا بتقول ان هي أوفسايد. نفس الاسماء ونفس الدايره ونفس ميدو سلامه سبحان الله والحنفي هي نفس ونفس المباراه ونفس ويا فرحتي ونفس طب الحنفي اتوقف ساعتها هو والبنا، النتيجه ايه؟ رجع الحنفي يحكم ماتش الاهلي والبنك. انا بقول لكم دي علامه استفهام كبيره قوي، لماذا تكرار الحكام المتورطين في وقائع واضحه جدا وثابته في هذه المباراه للاهلي مع البنك على مدار 4 لقاءات ورا بعض؟ ليه الاصرار ده؟ ليه الاصرار ده بجد؟ وبعدين يا فرحتي بانه يحصل ايقاف، يرجع من الايقاف يلعب ماتش الاهلي ويعمل المطلوب. النادي الاهلي والناس بتتكلم على التحكيم، ما هو النادي الاهلي الناس اللي على فكره اللي بتمضغ لبانه العداله على طول كل حاجه بس عايزين عداله، لو في عداله الاهلي هيبقى فارق بكتير قوي، لان في كل الوقائع اللي احنا بنقولها الاهلي بياخد بطوله. لانه بيقدر يعوض في مواقف تانية. لكن ان انت تقول الاهلي السنه اللي فاتت استخدم حكام اجانب، ده بيوغر صدور بعض الحكام المصريين ممكن. ان انت تقول ان الاهلي بيطالب بخبير اجنبي لاداره لجنه الحكام، ده بيضايق المصريين اللي بيرأسوا لجنه الحكام، جايز. بيرخموا على الاهلي في التعيينات ممكن. تعيينات لا تراعي ادنى معايير الموضوعيه والتكرار فيها واضح جدا، ومفيش اي ادراك لاي هيستوري الحكم عمل نفس الكارثه في نفس المباراه يتكرر تاني على مدار 4 مرات. لا ده مش الحكايه فيها ان، ده فيها ان وكان وكل اخواتهم كمان. طبعا اخواتها طبعا. يعني بجد اصل اللي ما يشوفش من الغربال اعمى، اللي ما يشوفش من الغربال اعمى. اللي حاصل ده بره قانون الطبيعه. عشان كده واحد من خبراء التحكيم الكابتن محمد صلاح فتاح قال لك بصراحه انا كنت ضد استخدام خبير اجنبي لجنه الحكام، بس بعد اللي انا شايفه مع الاهلي خلونا اقول الحق.
نشوف. يعني طبعًا. انا عايز اقول لك على حاجه، انا يعني ما يمكن كنت من الناس اللي بقول ندعم، يعني ما كنتش عارف، انت عارف انا كان رايي في الاجانب، لا انا بقول لك اللي بيحصل ده لازم اجنبي، كل اللي بيحصل ده بامانه انا بقولها لك، لا لازم اجانب يجي، اللي يجي كمان يجي اجنبي ومعاه مساعدين بتوعه، ما يجيش اجنبي لوحده، يجوا يبقوا اصحاب قرار ويحطوا، ومش اي اجنبي بقى، لازم اجنبي تقيل بقى، حد مقنع. نعم لازم اجنبي تقيل بقى اللي يجي، حد مقنع مش اي حد، لازم تختار حد يبقى يقدر يضيف لك، عشان الرقم اللي بياخده يضيف لك، ما مش تختار هي مش اجنبي وخلاص. بالظبط. نقول ايه حد مقنع؟ هو كلاتنبرج ايه عدم الاقتناع بيه؟ انه كان فير. وفريرا ده ايه عدم الاقتناع بيه؟ انه حاول يسيطر على قراره. هو انت عايز تجيب حد يبقى مقنع لايه؟ ما معنى كلمه مقنع؟ ومقنع لمين؟ لمين؟ يعني واللي رشح كلاتنبرج كان ميدو، واللي رشح فيريرا كان حازم امام. يعني ما حدش الاهلي ما راحش ناحيتهم. واللي شالوهم قولا واحدا وبصوت وصوره، هنشيلك يا كلاتنبرج. هنشيلك. اتقال كده في الاعلام. واتشال. اتشال. ده وصلوا انه هددوه واختلقوا له فضيحه عشان الراجل يزهق ويمشي. يعني المساله مساله يعني، ونرجع نتباهى ونتكلم على العداله ونتكلم على يا استاذ ابراهيم، كتالوج من اغرب ما يمكن. انت عايزين نتكلم، انت في فقره لسه بتتكلم على حته المبادئ. لا انا هاجل عندي. طيب. كلام في الحته دي. طيب هنا الكلام يا جماعه، المهندس هاني ابو ريده في المؤتمر بتاعه امبارح قال ان واحد من الملفات المهمه على خريطه الطموحات بتاعته اصلاح حال التحكيم. هاني ابو ريده بيتحرك بهمه في استخدام خبير اجنبي. نتمنى انه يجي خبير اجنبي على درجه من الكفاءه، نتمنى انه يجيب معاه خبير للفار علشان يطور تقنيه الفيديو، لان ديكوا شايفين تقومها من هنا تقع من هنا. فانت عايز تشتغل زي ما كابتن محمد صلاح فتاح قال لك ما يجيش واحد لوحده، يجي معاه مساعدين ينقذوا الوضع اللي بقى فعلا ينذر بالخطر على المسابقه. لو انت عايز تشوف نيه الاصلاح ما تقوليش يختار وما يختارش، ده كلام ابسط قوي من همه هنا بريده. عيب ان انا طالبه باصلاح مسار التحكيم، لان ده كلام هم عارفين. بقول لك ميدو وحازم امام وكادوا ان يفلح، لكن هم اللي ردخ عشان يمشوا الناس، لان ما عملوش المطلوب. لان انت يا كابتن ناني مش، ما تقوليش ما انا جبت لكم حكم اجنبي. لا يا حبيبي، طبق لي، اديله البيئه السليمه. لا لا لا، طبق لي انا بس اختبار هاني ابو ريده قدام الحته دي، اللعب المالي النظيف. دي قضيه. لو جرأت يا استاذ هاني انك تطبقه في مصر عشان تصلح حال الكره المصريه وتلغي ضغوط المراهنات وغسيل الاموال، لو عرفت تعمل ده انت كده هتنقذ الكره المصريه. لانك انت بتعمل ايه؟ احنا طالبين منك بخبرتك في الفيفا انك تجيب لنا معايير ومطالبات الاتحاد الدولي لمنح الرخص للانديه اللي عايزه تشارك اقليميا. الاشتراطات. ايه الاشتراطات؟ طبقها، مش مطلوب منك انك تبدع. يعني احنا كده بنطالبك اكتر مما تتحمل، فقط جيب لنا المعايير وطبقها. عشان اللي يقول لك والاهلي بيجيب فلوسه منين؟ طب ما احنا نكشف النادي الاهلي. ما تجيب يا سيدي لجنه، خلينا نشوف الاهلي بيجيب فلوسه منين والانديه الثانيه بتجيب فلوسها منين. ما تجيب، انا بقول لك اهو، جيب طبق نظام الاتحاد الدولي. عايزين نبقى دولة كروية ينظر إلينا العالم باحترام، مش لسه نطلب حاجة عمالين نأجل فيها بقالنا 12 سنة ولا 13 سنة، كل اللي حوالينا طبقوها إلا إحنا. فما تقوليش بقى أنا بطالبه دي فاتحة باب المراهنات وخطورتها. هو يا أستاذ إبراهيم طبعًا، ما هو كان في الوزارة اضطرت تطلع تتكلم، ده اتهمت الوزارة انها مدية النائب العام احال ناس. هو احنا مش بنتكلم بندعي. احنا بنتكلم على وقائع يا جماعة. طالت المسؤولين في مصر
فطلعوا في الرياضه ايوه المسؤولين في الرياضه فطلعوا دافعوا عن نفسهم قال لك نتحدى حد يجيب الموافقه ورونا الموافقه دي فين. فاللي تجرع على المسؤول الرياضه المصريه بهذا الادعاء يعمل اللي هو عايزه. لا يا استاذ ابراهيم والله الوضع اكثر من خطير رياضيا، لان مش بس كره القدم ده هتخش في نطاق تاني خالص. يعني زي ما الاتحاد، طب هو الاتحادات الدوليه والكيانات الدوليه والاولمبيه مش فرضت الكشف عن المنشطات في الايفنتات الدوليه؟ اه طب تقدر تلعب وترفض الكشف عن المنشطات؟ لا. ايه الصعوبه بقى انك تطبق اللعب المالي النظيف؟ اشمعنى قادر تعملها دي؟ ليه عايز تبص الناحيه الثانيه؟ لان هو دي باب الاثام. دي اللي فاتحه السكه لكل من ليس له علاقه بالرياضه ان يتدخل من الابواب الخلفيه. عايزين احنا شفافيه. يعني تطلع لصالح مين؟ ولا يعنيني شيء. انا يعنيني ان احنا نصلح من واقعنا الكروي اللي في كل هذه الفوضى والسلبيات ادري كله تواجد من خلال الانديه. هنخلص على الانديه كده. المناخ مرعب. المناخ في الـ في الـ في الـ في الـ في داخل اوساط السوشيال ميديا والجماهيريه بقى خطر. كل كلمه تقولها تبتز بيها وناس هاجم وتغير وتدعي عليك. الناس الكويسه هتلاقيها بتنسحب واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني اللي هيخاف على نفسه. وده اللي بيحصل انه بيضغط على الناس عشان تسيب مواقعها. لما يقعد يضغط عليك في قرارات تربويه، لا انا خش لي في الفقره دي خلينا نتكلم. طيب هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. باشمهندس احنا عندنا فقره كبيره يوم الخميس ان شاء الله لقضيه المبادئ، بس انا شايف ان في حاجات مستفزاك انت قوي. ما ينفعش نعدي. انا لسه في الانترو كنت بقول لك عندما يتكرر الامر يصبح ظاهره وهنا يتحول انه يلغي الصدفه ويلغي الخطا. ما فيش حاجه اسمها ان بقى دي صدفه او ده خطا، لا ده هنا يبقى تعمد. ايوه امر خطا متعمد مقصود به شيء او مخطط له شيء. الاول المسائل ابتدت من اخر سنين بنتكلم على التحكيم. تحكيم وتحيزه واعطوني العداله والكلام ده. لانه مش واكل، لان الناس بتجيب الحالات بيعرفوا مين اللي مستفيد الاكبر من حالات التحكيم وخصوصا في البطولات. فهذا الادعاء ولو انه بيتكلموا فيه بس ما عرفوش يقنعوا بيه حد. دخلنا في اصل الاهلي والسلطه والمال. جبنا لهم التاريخ مين اللي ماسك من ناحيه السلطه ومين اللي كان موجود من ناحيه المال ولحد امتى الاهرام اللي عمالين تتكلموا عليه دخل امتى وقبل كده كنا فين بطولاتكم يعني. فبرضه لا ودي ما تاكلش. اصعب حاجه يا استاذ ابراهيم ان يبتدي ياخد ميزاتك وينسبها لنفسه ويلح عليها ويبقى سيناريو. لكن الاخطر منه انه حتى مش عايزك تهنأ بسمعتك اللي اعترف بيها العالم كله ان انت النادي اللي ما بيفرقش معاه. المبدا قبل النتيجه اهم عنده من اي حاجه. والتاريخ يوم كذا حصل كذا ويوم كذا حصل من اول حسين حجازي لحد النهارده. فيجي عايز يصفي مشكلته في انتقال كهربا مره وانتقال زي ما يكون كهربا مولود في الزمالك مش ابن الاهلي اصلا. ايوه. وزي ما يكون كهربا كان بيعمل ايه في نادي الزمالك وبيعمل ايه في الاهلي. طب ما تطلعوش الناس تطلع لكم الصور والكلام. وما تخلوش الناس يطلع لكم امثله هتطلعوا خسرانين منها مؤكد يا عمرو يا اديب يا كل واحد. لكن ان يتحول الامر كانه سيناريو موزع على اقطاب الاعلام الزملكاويه اللي اتقال هنا الناس الوقوره اللي كنا بنقول بس مهنيين السنة دي لا مش ناويين يكملوا في سكة المهنية. وتخش هنا وتطلع على هنا
نفس الكلام. هو مبدا ايه ده اللي بتاع امام عاشور انه يشتم رموز الاهلي ويروح ياخدوه؟ ولما حد يقول هو عندي لو شتم هيتعامل مع معايير مختلفه لان النادي الاهلي مختلف، يقول لك يعني ايه مختلف؟ انت تقصد تقول ايه بطل تليح؟ هو النادي الاهلي مختلف ولا مش مختلف؟ انتوا اللي كنتوا بتقولوا كده، ما تشوف ميدو كان بيقول ايه. وغير ميدو كل الناس لما الاهلي يكسب يقول لك عشان النادي الاهلي مختلف. مختلف بايه؟ بسيستمه، بانه ما فيش لعيب اقوى من النادي بيطبق عليه المعايير. ولما نقول لك اللعيب لما يكون عندك انا ماليش دعوه بيه، واذا اعتذر لي هقبل اعتذاره، لكن وهو عندي حتى لو غلط فيك انت انا هحاسبه. وده اللي بيحصل. يطلع لك واحد يقول لك دي مبادئ الاهلي. ايوه هي دي مبادئ الاهلي، امال دي تبقى ايه؟ لعيب غلط وخد مليون جنيه غرامه، لا هم عايزين وايقافه وانه ينزل يتمرن لوحده. في لعيب كل مصر عماله تقول عليه افضل لعيب في مصر. وهنا عايز اتوقف شويه لان يا جماعه احنا عمالين نبالغ في كل حاجه. اللعيب الكويس نحوله بسرعه دون ان يبذل الجهد الحقيقي اسطوره الى انه ميت لميسي. اه واللعيب المجتهد اذا غلط نقرص عليه فيفاجئنا باجتهاده والتزامه لما يرجع ويبقى من العناصر الاساسيه، نبتدي نحس بالندم ونقول ليه ما وقفناش معاه. الموضوع لازم يكون فيه نوع من الهدوء ونسيبه تقييم اللاعب للاداره. ما تكلمش من حاجه تقول ده بيعجبني ده بيعجبني، ده طبع وضع طبيعي. كره القدم للرغي والتسليه والجدال، والناس تقول لك ده واعمل وما لعبتش ليه وغيرت كده ليه، ده حقك. لكن ان يتحول هذا الحق في الحوار الى حق في انك انت اذا ما اتعملش كده يبقى في خلل في الاداره، لا، والا الاداره هتعمل استفتاء على كل قرار تاخده. النهارده بذكاء شديد جدا السيناريو اللي بيتكرر بقى دلوقتي هو امام عاشور، لا ما ينفعش. طب ما تسيبوه، ما تسيبوه، مش ما تسيبوه، ده انتوا لازم تسيبوه. آه. اعرضوا للبيع، اعرضوا للبيع. انت هتمليني القرار، انت هتبتزني بمبادئي. انت كل ما نقول كلمه الناس تطلع تنهش فينا عشان يهزوا اي حد اخبط في الاهلي وفي اعلامه وفي رموزه وفي قياداته عشان يتهز. ما حدش بيتهز يا اخوانا، لان احنا الحمد لله امشي عيد اللي احتار عدوك فيه. والا الواحد ما كملش السنين دي. واخد بالك؟ وتقييمنا عند الناس موجود، مش هتعرف تغيره. انت بتتمنى انك تشوف حد مشوه في النادي الاهلي. ايوه. طيب هو من المبادئ ايوه ان المكان ما يحصلش فيه غلط، مين قال الكلام ده؟ ده مش جنه، ده مش يوتيوبيا. انما المكان فيه ناس عندها نظام وسيستم، الغلط بيحاسب والصح بيكافئ بمعايير ثابته. فانا وارد ان يحصل عندي غلط، المبادئ اهدرها لو انا ما حاسبتش المخطئ. مش يوم ما حاسبه تقول اهو غلط عندك، دي مبادئ دي ما تعرضه للبيع. وانت انت عايز ناخد القرار اللي على مزاجك يعني؟ وانت انت هتقرر لي؟ لا هو عايز كده عشان يقول لك اخده وما نفعش عنده. ما هو رجع ما خدتوش ليه؟ حد ضربك على ضوافرك؟ وبس كلام فارغ وكباري ومش كباري يا عمي. لا والله صدقني المساله زي ما بكل مره. اعنف او اعتى المنتمين او الخصوم ساعه الاهلي ما بيكسب بيقول لك عشان النظام والسيستم ومفيش حد اقوى من النادي الاهلي والاهلي فوق الجميع، جميع ابنائه. بس بيقولوها كده من طرف اللسان. مع طرف اللسان لانه مضطر يقولها. ايوه. هو بيلاقي الحقيقه ماشيه كده. ايوه. لكن لما يجي له فرصه انه يطعن فيها دوس بقى. دوس بقى. وتلاقي سكريبت الجماعه متوزع. وسكريبت واحنا ينولنا من الحب جانب. اكيد. واهلا وسهلا اذا كان ده تمن. ياما ده اتعرضتوا له. لا دفعنا عن ثوابتنا. عن ثوابت الاهلي وعن حق الاهلي طبعًا. اللي في اي مكان وفي اي موقع ولو من بيوتنا هندافع عنه. صحيح. هي الحقيقه قضيه مهمه جدا يا جماعه، قضيه ابتزاز النادي الاهلي بمبادئه.
فكره ان انت عايز السيناريوهات الاهلي ينفذ اللي انت عايزه اللي يرضيك انت ويرضي اغراضك انت، وان السيناريو يبقى هو هو نفس الكلام هنا وهنا وهنا عشان تصدر مشهد وكانه تخلق راي عام. راي عام دي فعلا ظاهره كنا نتمنى ان الوقت كان يسمح ان احنا نعرض عدد كبير جدا من الوقائع المثبته لعمليه ابتزاز النادي الاهلي بمبادئه، لكن هيهات. الاهلي ياما دقت على راس طبول وياما تعرض لحملات اعنف واصعب من كده، لكن فضلت مبادئ النادي الاهلي ثابته ومكانه النادي الاهلي رفيعه. النادي الاهلي اللي فرقه الكره الطايره النهارده فجرا طارت الى البرازيل للمشاركه في كاس العالم للكره الطايره، وامين صندوق النادي الاهلي بكره خالد مرتجي يطير الى ميامي الامريكيه لحضور قرعه كاس العالم لكره القدم. هو ده النادي الاهلي القيمه اللي بتشرف بلده ووطنه. بس هي دي المبادئ، هو ده النادي الاهلي اللي على المستوى العالمي. المبادئ ان كل يوم في حته، كل يوم في حته في العالم، دي مبادئ. دي الوقت كان يعني ما سمحش، لان انا شايف كمان حارس الاهلي كابتن شوبير بيسخن واكيد لديه دوما الجديد والمفيد. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.